السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. وهذا اللايف الجديد، لايف الجمعة، جمعة مباركة. يعني أنا وصلت من السفر من المملكة العربية السعودية إلى القاهرة، وصلت حوالي الساعة 7 صباحا، فطبعا كنت تعبان جدا 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 جدا، فلسه واصل من النوم. يعني وصلت سبعة من السفر ودلوقتي ونمت، لسه واصل من النوم. يعني جمعة مباركة عليكم، وربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله بإذن الله، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني دايما بتفكرونا بالحاجات الحلوة. الحمد لله أنا متواجد الآن في القاهرة. طبعا النهاردة الدردشة لا يعلو فيها الصوت على صوت مباراتين من العيار الثقيل، واحدة قارية والثانية محلية. نبدأ بالقارية، الزمالك في الدوحة. الزمالك في الدوحة، الجماهير المصرية تزلزل الأرض في العاصمة القطرية الدوحة. الجماهير المصرية يعني مش عايز أقول لكم، أسود في المدرجات. حضور مبكر لملعب الغرافة حاجة تفرح، حاجة تنور. هم دول المصريين في كل زمان وفي كل مكان. يا أستاذ صلاح، يا عنتر، يا حبيب قلبي، هم دول المصريين في كل مكان وفي كل مكان. حاجة محترمة، عجبني الشكل الحضاري، عجبني الأمن في قطر، عجبني الاستعدادات، عجبني النظام. بحيي المسؤولين عن الاتحاد الإفريقي لاختيارهم العاصمة القطرية الدوحة في تجربة هي الأولى دخل من خلالها الزمالك والترجي التاريخ. هو أول سوبر إفريقي يقام على دولة أسيوية، على ملعب دولة أسيوية. هو السوبر الإفريقي لعام 2019-2020، الموسم الكروي 19-20، في ملعب الغرافة، الجمعة الموافق 14 من فبراير 2020. يوم تاريخي ويوم مهم جدا. أيضا حضور مشرف للإخوة التوانسة، حاجة تفرح بصراحة. يعني المصريين والتوانسة، الجماهير المصرية المشجعة والمحبة للزمالك والأهلي بكل الانتماءات، النهاردة خلف الزمالك في الدوحة. وأي حد يقول لك غير كده عبيط وهبل ومتخلف وما بيفهمش حاجة. أنا كلمني كثير من الأهلوية المحترمين وأقسموني بالله إنهم النهاردة يتواجدوا، من المقيمين في قطر النهاردة يتواجدوا لتشجيع نادي الزمالك في ملعب الغرافة. وأهلوية كتير جدا 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 كلموني وقابلوني وأنا نازل من المطار، وقابلوني سواء في مطار جدة أو مطار القاهرة، والله العظيم أقسموني بالله إنهم هيشجعوا الزمالك أمام الترجي. يعني أي حد يقول لك غير كده، طبعا في ناس ممكن تكون أهلوية مش عايزة الزمالك يفوز، ده حقهم، ولكن برضه في ناس عايزة الزمالك يفوز. اللي يقول لك إن القاعدة مطلقة هذا متخلف وفاشل وأفاق. وللأسف الشديد الكل بينزح من نفس إناء رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور. المنظر النهاردة في ملعب الغرافة، والمنظر النهاردة في العاصمة القطرية الدوحة، أنا عايز أهديه لمرتضى منصور. عايز أهديه لمرتضى منصور اللي حارب عشان المصريين دول ما يتفرجوش على المباراة. عايز أهديه لمرتضى منصور اللي هو بذل كل ما في وسعه إن هو ينكد على الناس، وادانا شهور وشهور يتكلم في مؤامرات وهمية. وعلشان كده النهاردة أجد نفسي عايز اتكلم بشكل كلنا ندفع من اجل نادي الزمالك، كلنا نشجع نادي الزمالك، كلنا ننسى الخلافات. ولكن حبيت بس ايه اهدي ما يحدث في الدوحة، العاصمة القطرية الدوحة، من كرنفالات. امبارح الجالية النوبية او المصريين النوبيين في الدوحة بعتوا لي فيديو حاجة تفرح، وهم بيحتفلوا بالزمالك باللغة النوبية وعاملين ليلة نوبية للزمالك. المصريين، الوايت نايتس، جماهير الزمالك، جماهير الاهلي، كل المصريين الموجودين في قطر والموجودين في الدوحة عملوا لنا أحلى ملحمة. النهاردة أنا بهدي هذا المشهد لمرتضى منصور من غير ما أتجاوز ولا أي حاجة، لأن لست في محضنة أرفان أصلا منه، ومش عايز أتكلم ولا أتجاوز في حق أحد. النهاردة هنشجع كلنا الزمالك فقط لا غير، كلنا هنشجع الزمالك، كلنا هننسى الألوان،
كلنا نتمنى الزمالك يفوز على الترجي. في ذات الوقت بنحيي الاخوه التوانسه ونقول لهم برشا برشا يا مدلل، نورتوا الدوحه، عاملين كرنفالات اكتر من هايله. بحيي الترجي الدوله وبحيي جماهيره الكبيره، ومن حقنا ان احنا نحيي الترجي، ونتمنى ان يؤدي مباراه طيبه، ولكن نقول له النهارده نحن نشجع الزمالك ونتمنى فوز الزمالك. وزي ما قال جماهير الوايت نايتس، غايبه من سنين هاتوها لاجل العشرين. كرنفالات، العالم كله النهارده يتحدث، واحد من اقوى مباريات السوبر القاريه على الاطلاق. ليه؟ كل الاهتمام الاعلامي العالمي على المباراه بيقول انها واحده من اقوى مباريات السوبر الافريقي التي اقيمت عبر التاريخ. ده كل الاهتمام الاعلامي بيقول كده. الحضور الرهيب على فكره اللي ادها الاهميه، القويه لهذه الدرجه، ما يحدث في قطر اللي بيخلينا بنحيي الاتحاد القطري ونحيي القائمين على كرة القدم والرياضة في قطر، على هذا التنظيم الرائع، على هذا الملعب الرائع، على هذا الرقي، على هذا التعامل في مجال الرياضة بشكل أكثر من هايل. بحييهم بجد، لأن النهاردة كل الناس اللي بتكلمني من الدوحة بتكلمني عن النظام، بتكلمني عن الأمن، بتكلمني عن الرقي، بتكلمني عن التعامل. كمان على المستوى المحلي خد معانا وجود أحمد سليمان في قطر المشهد الفريد أو المشهد القوي أو أهم مشهد زي ما قالت عنه الجماهير. الزمالك النهاردة إن شاء الله بإذن الله في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، بعد قليل السابعة بتوقيت الدوحة، يلتقي على ملعب استاد ثاني بن قاسم بنادي الغرافة مع شقيقه الترجي التونسي. نتمناها قمة عربية خالصة تليق بأنها أول قمة إفريقية تقام على أرض أسيوية في ملعب الغرافة أو ملعب استاد ثاني بن قاسم ملعب الغرافة. المواجهة المرتقبة ستكون عبر قناة بي ان سبورت اتش 1 بتعليق الجزائري حفيظ دراجي. ستذيعها قناة بي ان سبورت اتش 1 بصوت المحترم حفيظ دراجي. الاستوديو التحليلي للمباراة يبدأ في تمام الساعة الخامسة مساء وبعد قليل من الآن. وكمان مفيش حاجة اسمها المباراة ستذاع عبر القنوات المفتوحة، هذا خبر عاري تماما من الصحة. المباراة ستذاع على HD 1 بصوت المعلق الكبير حفيظ دراجي. كمان كان في كلام ان قناة الكاس ممكن تنقل المباراة، يعني ربما يكون هناك اهتمام وهناك استوديو تحليلي من المسؤولين في قناة الكاس وسهرة للمجلس عن المباراة، وفيها موجود كمان استاذنا العظيم الاستاذ محمد سيف مدير تحرير الاهرام الرياضي، ولكن نقل المباراة حصريا سيكون على بي ان سبورت اتش 1 باذن الله تعالى وللمعلق حفيظ دراجي. كمان عندنا هيثم فاروق، ليه كانت تصريحات مهمة جدا بصفته رئيس رابطة الزملكاوية في الدوحة، وأنا بحييه على المجهود الكبير اللي عامله الكابتن هيثم فاروق، وبحيي رابطة الزمالك في الدوحة تحية خاصة جدا، وبحيي الوايت نايتس وكل الزملكاوية اللي موجودين. كابتن هيثم فاروق أكد إن مواجهة الزمالك والترجي قوية جدا جدا جدا، وقال انتظروا التالتة يمين هتهز كل أركان الملعب ولن تتوقف عن التشجيع طوال المباراة. كمان الرئيس الشرفي لرابطة مشجعي الزمالك في قطر هيثم فاروق صرح النهارده لأكثر من جهة إعلامية إنه الرابطة استعدت للمواجهة منذ وقت طويل ومنذ الإعلان عن إقامتها في الدوحة بالتنسيق مع السلطات المختصة، وحصلت على التذاكر الخاصة بالجهة اليمنى من الملعب. وقال الكابتن هيثم فاروق ارتبطت تاريخيا بالتالتة يمين، لذلك سأكون متواجد وانتظروا التالتة اليمين بملعب نادي الغرافة. الرابطة دفعت ثمن جميع التذاكر الخاصة بذلك وقامت بمنحها هدية للجمهور. التالتة يمين هتهز جبال النهاردة وهتبقى منورة، وكلنا زمالك، كلنا النهاردة ناسيين أي خلاف، كلنا مع الزمالك. بس احنا دايما شروطنا معروفة، احنا ضد سارق الفرح،
ضد الذين يلوثون تاريخ الزمالك، ضد المتخاذلين، ضد المخنثين، ضد الغير محترمين، ضد كل من سعى إلى عدم لعب المباراة في قطر، كل من أهان نادي الزمالك وطلعوا بالشكل ده في الإعلام. مش ألعب لا ألعب، مش ألعب لا ألعب، أبو سنيدة أم سنيدة، اللي راح اللي جه. النهاردة المنظر بيرد على الجميع وبيقول إن النهاردة يوم تاريخي للزملكاوية، ولن يتنازل الزملكاوية عن الكأس الرابعة لهم في التاريخ. سبق للزمالك أن فاز 3 مرات آخرها في 2003. النهاردة سيكون فوزه التاريخي بإذن الله تعالى للمرة الرابعة، في حين الترجي التونسي يسعى إلى أن تكون المرة الثانية، حيث سبق له أن فاز مرة واحدة. كمان وأنا بقرأ لكم ما جاء في كل الدنيا حول هذه المباراة، متواصلين معاكم. يعني كمان في خبر جنة، ونتمنى ان الامور اللي زي كده ما تحصلش. حصل يعني زي ما قال، تعرضت حافلة فريق الترجي التونسي للتشويه بعبارات مسيئة قبل ساعات من مواجهة الزمالك في مباراة السوبر في قطر. وكشفت صحيفة الشروق التونسية النهاردة الجمعة أن الحافلة تعرضت للتشويه من قبل أحد الجماهير التونسية المقيم في الدوحة بعيد عننا خالص. وأكدت تقارير تونسية أنه من المرجح أن يكون وراء الهجوم جماهير الإفريقي التونسي في قطر. وأضافت الشروق أن المعتدي كتب رسالة عن الحافلة إلى معين الشعباني المدير الفني للترجي كرد فعل لما حدث بينه وبين لاعب الإفريقي وسام يحيى. وجاء في الرسالة: العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. موضوع بعيد عننا خالص، احنا بنضرب المثل في الاخلاق وفي الروح الرياضية، وهنحتفل بفوز الزمالك بكل احترام وبكل تقدير. معين الشعباني المدير الفني للترجي زي ما انتم فاكرين او متابعين، اعتدى على وسام يحيى في مباراة الديربي بين الترجي والافريقي في 19 يناير الماضي في الدوري التونسي، والتي انتهت بفوز الترجي 2-1. يمكن الحافلة معايا صورة منها اهي، دي حفلة الترجي التونسي زي ما نشرها موقع يلا كورة، ومنشور عليها يعني ما جاء في جريدة الشروق التونسية. بقول لكم كل الأخبار الموجودة على السوق وفي الساحة. في كمان تاريخية اليوم النهاردة، إن الأهلي هيلعب مع المصري عقب هذه المباراة مباشرة، وإن النهاردة الذكرى 15 لرحيل العظيم الكابتن ثابت البطل. يعني النهاردة دردشة الجمعة مهمة جدا معاكم. النهاردة الساعة 6 الزمالك العظيم، ننسى كل الخلافات، نحيي من اسم نادي الزمالك. الزمالك عظيم غصب عن أي إدارة وغصب عن أي حد. الزمالك لا يخشى أحد، الزمالك موجود في المواعيد، الزمالك مصمم على الرابعة. جماهيره العظيمة ضربت المثل والقدوة في أنها جماهير عظيمة، جماهير الأهلي. واتصل بي ناس كتيرة ضربت المثل في المسندة، وأقسم لكم بالله كلمني ناس مخصوص وقالوا لي وصل هذه الرسالة: إحنا في قطر نشجع النادي الأهلي، ولكن رايحين الملعب لتشجيع الزمالك. وناس كتير قابلتني في مطار جدة وأنا جاي إلى القاهرة، وفي مطار القاهرة أهلوية أقسموا لي بالله إنهم هيشجعوا الترجي أمام هيشجعوا الزمالك أمام الترجي. وقابلني ناس قالوا لي هنشجع الترجي أمام الزمالك. أنت أمام حالة طبيعية وأمام حالة غير طبيعية. إحنا ضد كل ما هو ليس طبيعي. الناس النهاردة الأهلوية اللي هيشجعوا الترجي بنقول لهم دي مش روح رياضية. والناس اللي بتتكلم على ان الزمالك لا يمثل مصر لا يفقهون ولا يعلمون ما يقولون. النهارده كلنا زمالك، ننسى الالوان. الاهلاوي زملكاوي، والاسماعيلاوي زملكاوي، والاتحادوي زملكاوي، والاسماعيلاوي زملكاوي. كل مصر النهارده زمالك، ونتمنى الزمالك يجيب البطوله الرابعه السوبر الافريقي. اوعوا تفكروا لما يفوز الزمالك هيتنسب ده لمرتضى منصور ولا الاداره، لا. الزمالك أكبر من هذه الإدارة الفاشلة التي أهانت اسم الزمالك وقعدت 3 شهور تتكلم عن لعب الزمالك السوبر وتتحدث في حاجات خيالية ما أنزل الله بها من سلطان. انسوا النهاردة الخلافات، مش هنتكلم في مشاكل، مش هنتكلم في أي حاجة، لن نتحدث إلا مساندة للزمالك مهما كان. حتى لو كان في حد أهلاوي مش هيشجع الزمالك، خلاص انت حر وخليك في حالك، لكن احنا
كلنا مع الزمالك. انا بتكلم بلساني نفسي، انا عبد الناصر عن نفسي فقط، ماليش دعوه بحد، والناس اللي قابلتني وقالت لي وصل الرساله. النهارده اصدقاء ليا في امريكا بيكلموني، الاستاذ عادل وناس كتير جدا اهلاويه بيكلموني بيقولوا لي احنا هنشجع الزمالك. في حد تاني مش هيشجع الزمالك؟ انت حر، ولكن بلاش الكلام ده يطلع للاعلام، وبلاش يطلع في العلن، وبلاش بعض النجوم يقرروا، لانه للاسف بيقلل مننا، بيقلل من قيمتنا. تصريحات احمد عبد الملك اهانت كل الزملكاويه وكل المصريين، مش دي تصريحات متعجرفه عصبيه متخلفه ما ينفعش تتقال في وسيله اعلام، دي تتقال عند امك على القهوه، تتقال عند امك في البيت، مع احترامي ليس اهانه، يعني وانت بتدردش مع والدتك في البيت، مع مراتك، مع عيالك، قول اللي انت عايزه، لكن في الاعلام كن حريص ان صوتك بيوصل للملايين، فلازم تكون بني ادم عارف ما تقول. عم عز الدين ابو سيف، كبير يا كابتن عبد الناصر، مساء الفل يا عم عز الدين. محمد ابو صلاح، انت حر، شجع اللي انت عايزه. النهارده كمان بنحتفل بذكرى ال15 لرحيل العظيم الكابتن ثابت البطل. والكابتن ثابت البطل جمعتني بيه ذكرى ال15 للعظيم ثابت البطل. كابتن ثابت البطل جمعتني بيه ايام حلوه، وكان صديق عزيز، وعشت معاه احلى ايام عمري وانا بشتغل في الصحافه، ايام ما كنت في جريده الاحرار وما بعد جريده الاحرار في الاسبوع، هذه الفتره اللي عملت فيها بالصحافه، رجل عظيم لن ينساك احد يا كابتن ثابت. النهارده الزمالك والترجي في اول قمه افريقيه على ملعب اسيوي وفي دولة أسيوية في التاريخ. كمان النهاردة حاجة مهمة جدا جدا، دولة عربية أسيوية، علشان في حد، وعلى فكرة اللي حصل ان النهاردة التنظيم القطري بيخليك تقول ان الناس دي هتنجح في كأس العالم 2020، ونتمنى لهم ذلك، لان التنظيم حاجة ليس لها مثيل. على أصيل ثابت البطل لا ينسى، يبدأ اليوم معاكم بكرنفال مهم جدا، يبدأ من 6 بتوقيت القاهرة، الساعة 7 بتوقيت الدوحة، في مباراة مهمة جدا ما بين الزمالك العظيم وشقيق الترجي التونسي، ونتمنى بإذن الله الفوز لنادي الزمالك. بعدها مباشرة الأهلي يلتقي المصري في مباراة مهمة جدا ومصيرية بالنسبة لإيهاب جلال وجهازه الفني، ومهمة لفايلر وجهازه الفني ليواصل كتابة الأسكور التاريخي في تاريخه مع النادي الأهلي. 14 فوز متتالي، يسعى لأن يكون اليوم الفوز ال15 على التوالي، ليلاحق رقم مانويل جوزيه في 2006 الذي وصل إلى 17 مباراة بلا هزيمة أو تعادل. طبعا كسر أكثر من رقم في الطريق فايلر، ويسعى لكسر رقم مانويل جوزيه. خلينا أيضا نقول ان ابو ظبي الرياضيه كمان خصصت قناه خاصه لتغطيه قمه الاهلي والزمالك. قناه ابو ظبي الرياضيه خصصت قناه خاصه لمباراه القمه بين الاهلي والزمالك، التي خلاص تاكدت ان شاء الله باذن الله يوم 20 في ابو ظبي، وخلاص المشاكل كلها اتحلت والمباراه ستقام في موعدها. بعد مباراه الزمالك كنت رجع اتكلم معاكم في قرار مرتضى منصور الكاريسي انه يجيب اللعيبه للقاهره بدل ما يجيبهم من الامارات، وعجبني جدا تصريح لهاني العتال، قال ان الزمالك سيدفع ثمن انه ينزل القاهره ثم يعود الى الامارات، وكان من الاحرى على الاداره ان تستمع كلام كارديرون بأنهم يتوجهوا إلى الإمارات مباشرة، لأن اليوم يفرق، الساعة تفرق، الدقيقة تفرق، ولكنها إدارة متخلفة لا تعي إلا ذاتها ولا تتحدث إلا عن نفسها، والزملكاوية كلهم بريئين منها، وعلشان خاطر عيون جماهير الزمالك والزملكاوية احنا بنشجع الزمالك الكيان وبنساند جماهيره العظيمة، لانهم هم دول اللي يستحقوا التشجيع والمساندة. الزمالك عظيم، والزمالك لا يمثله مرتضى منصور مهما حاول. انت لست رئيس، انت جئت بالصدفة اختطفت النادي وحاولت ان تبني فيه توريث لاولادك، ولكن سيلفظك التاريخ وانت عارف مصيرك هيكون فين بإذن الله تعالى. خلينا نشوف ايه اللي بيحصل والتشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الافريقي، لان ده مهم جدا جدا في دقائق.
نروح لزميلنا الاستاذ علاء حمام في دردشه الجمعه وما قبل المباراه النهارده، ونعرف منه يا ترى كارديرون هيفكر ازاي وكيف سيواجه الترجي وفكره لمباراه الترجي. علاء حمام، سلام عليكم. عليكم السلام استاذ ناصر، تحياتي لحضرتك ولحضرات السادة المشاهدين جميعا. يعني يوم خاص واحنا عاملين تغطية خاصة ما بين الفيسبوك واليوتيوب، هناك بعض الفيديوهات ستكون على الفيسبوك زي هذه الدردشة، ثم بعد ذلك تعرض مباشرة على اليوتيوب بعد أن ننتهي، وهناك فيديوهات ستكون لايف على اليوتيوب ثم يعاد عرضها على الفيسبوك. عاملين حالة من التنوع، يوم مهم جدا بيشهد ثلاث أحداث مهمة. الزمالك يلتقي الترجي في أول سوبر إفريقي على أرض أسيوية، جماهير الزمالك النهاردة بتسجل تاريخا جديدا على أرض الدوحة، الدنيا كرنفال هايل، ذكرى رحيل الكابتن صالح سليم، تاني حدث كابتن ثابت البطل الخمستاشر، رحمة الله على الكابتن ثابت البطل، ذكراه رقم 15 النهاردة. أيضا الأهلي والمصري بعد مباراة الزمالك مباشرة في الدوري المصري، يوم حافل وممتع وجميل، وأحلى ما فيه أن احنا وسط المباراتين بنحتفل بذكرى رحيل خالد الذكر العظيم الكابتن ثابت البطل. نبدأ معاك بالترجي والزمالك، الزمالك والترجي، القمة العربية التي تحمل اسم السوبر الإفريقي، تفضل يا علاء. أولا أستاذ عبد الناصر، ستظل الجماهير المصرية ليها نكهة خاصة وليها طعم خاص وليها احتفالات خاصة وليها مشهد خاص في أي بلد في العالم. تمام. النهاردة استعدادات كبيرة جدا 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 في الدوحة، سواء أمنية أو سواء ترحيب بجماهير الزمالك أو سواء الناس المنظمين للمباراة أو حتى الشركات الراعية، كله على أهبة الاستعداد، لأن جماهير نادي الزمالك عملت مشاهد رائعة جدا جدا في شوارع الدوحة، وخلت الدوحة في حالة كرنفال كبيرة جدا جدا بعلم الزمالك وأغاني الزمالك، وجماهير الزمالك قعدت تغني وتشجع الزمالك. بمناسبة يا علاء، بتقول الجماهير المصرية العظيمة، الأستاذ سيد جلال سلمان بيقول لك تحياتي للأستاذ علاء وأنا أهلاوي وسأشجع الزمالك بقوة، النهاردة الناس قابلتني في استاد جدة واستاد القاهرة كلهم بيقولوا نفس كلامك، يوم كرنفال مصري نتمنى أن يحصد من خلاله الزمالك السوبر الرابعة بإذن الله تعالى. والزمالك أحيا الدوحة وعمل لها جو بهجة وعمل لها روح كبيرة جدا جدا، والمواطنين القطريين في كل حتة في الدوحة بيلتقطوا صور تذكارية مع الزملكاوية وبيتصوروا بعلم الزمالك وبيلتقطوا صور بتشيرت الزمالك. الحقيقة الزمالك عامل حالة كبيرة جدا جدا في الدوحة، وجماهير الزمالك اللي حضرت من جميع أكتر الوطن العربي من كل دول الوطن العربي وراحت الدوحة عشان تساند الزمالك، عملت حالة كبيرة جدا جدا وبتشجع بمنتهى التحضر ومنتهى الروح الرياضية وبتشجع فريقها. بس كمان برضو جماهير الترجي رغم قلتها لكن برضو جماهير محترمة برضو وبتساند فريقها. جماهير الزمالك احتشدت من بدري في ملعب الغرافة بتغني للزمالك السوبر يا زمالك شد حيلك يا زملكاوي، بتغني أغاني الخاصة في فريقها، بتزلزل ملعب الغرافة بهجة كبيرة جدا. كل اللي موجودين في الملعب اللي بيتواصلوا معايا بيقولوا لي زلزال في ملعب الغرافة من أغاني وحماس وتشجيع جماهير الزمالك، وبيقولوا لي الدوحة كلها فعيد بسبب جماهير نادي الزمالك، وده مشهد طبعا طيب. ودايما جماهير الزمالك وجماهير الاهلي وجماهير الانديه المصريه في اي بلد عربي دايما ليهم طعم خاص وليهم شكل خاص ودايما بيسيبوا بصمه. يعني وانت بتتكلم يا علاء، اديني بعرض بعض الصور للجماهير وهي في طريقها الى ملعب ثاني بن قاسم ملعب الغرافه، وقد اصبحت جماهير تكسوه باللون الابيض، والتلت يمين يعني حاجه تفرح وحاجه تسعد الملايين، وعلشان العشرين هيجيبوا السوبر اللي غايب من سنين. يا ترى كيف سيواجه كارديرون هذا الضغط الجماهيري وقوه الترجي التي لا يستهان بها يا علاء؟ طبعا الترجي فريق محترم، فريق قوي، كارديرون اهل لعبته، اخر تدريب درب لعبته على ضربات الجزاء، ودي كانت المره الثانيه. المحاضرة منذ قليل وتحركت حافلة الفريق نحو ملعب الغرافة، طبعا الجماهير كلها في انتظار الحافلة وهتستقبلها استقبال كبير جدا بحماس كبير جدا، كمان هتستقبل اللعيبة خلال فترة الإحماء بحماس كبير جدا عشان ترفع من روحهم المعنوية وعشان تأذرهم وعشان تفهمهم إن هم في حدث مهم.
كارتيرون طبعا حذر من قوه فريق الترجي وقال ان هو فريق طبعا كبير، فريق بطل واخد اخر بطولتين لدوري ابطال افريقيا، اتكلم مع لعيبته وعمل جلسات نفسيه امس مع اللاعبين، خد كل اتنين لعيبه اتكلم معاهم على حده. حتى الان احنا في انتظار تشكيل المباراه سواء للزمالك او للترجي. كابتن حازم امام الكبير اخر كابتن لنادي الزمالك رفع كاس السوبر عام 2003 لما الزمالك جلب الوداد المغربي بثلاثة اهداف مقابل هدف، نشر على صفحته صوره كاس السوبر وهو رافعها وقال ان شاء الله الرابعه وان شاء الله لعيبه الزمالك هيرفعوا السوبر. وعلى فكره الكابتن حازم امام الكبير النجم الثعلب الصغير ابن الثعلب الكبير هو سادس قائد يرفع بطوله قاريه في تاريخ الزمالك، وشيكابالا اليوم ينتظر تاريخ ليكون القائد رقم 7 الذي يحمل لقبا قاريا في تاريخ نادي الزمالك. اكيد طبعا اكيد طبعا. شيكابالا برضو واللعيبه الكبيره برضو في الايام اللي فاتت بقى، لا النهارده ولا امس، لما وصلوا قطر كان دايما بيتكلموا مع اللعيبه. طيب وكانوا دايما كمان يركزوا. لحظه جاسر توفيق صديقي العزيز في ملعب المباراه، ارجوك يا جاسر لو تبعت لي رقم تليفونك ابقى شاكر ليك. زميلنا جاسر توفيق موجود في ملعب المباراه اللي بعت لنا التذاكر وصور التذاكر لو تفتكر، يعني شوف الشرف شرف كبير لينا. بيقول لي انا مشغل لايفك في المدرجات والناس بتتفرج عليه في قلب استاد الغرافه، جماهير الزمالك العظيمه، لو واحد بس هو جاسر توفيق سمعني وبيتفرج عليا في قلب ملعب ثاني بن جاسم بالغرافه بقول لهم انتوا عظام، انتوا ابطال، انتوا رديتوا على كل المعتوهين والمخنثين وكلاب السكك والمتخلفين، انتوا قلتوا ان الزمالك عظيم اكتر من 100 سنه وتسعه كسر الدنيا. وجاسر بيتصل علينا وانا هحاول اتصل عليك يا جاسر دلوقتي ان شاء الله باذن الله فورا، وتواصل معاك باذن الله في لايف ما بعد المباراه باذن الله تعالى. ابعت لنا اكتب لنا يا جاسر الاخبار عندك، يعني حاجه تفرح، وانا سعيد ان صوتي وصوت صديقي علاء حمام بيرن دلوقتي في استاد ثاني بن جاسم في الغرافه وسط جمهور الزمالك العظيم، وباذن الله عشان خاطر العشرين هتيجي البطوله اللي غايبه من سنين والسوبر هيتحقق ونهدي لروح العشرين. كلنا النهارده زمالك، كلنا ناسيين الالوان، ناسيين الخلافات، لا صوت يعلو فوق صوت الزمالك العظيم وجماهيره والوايت نايتس اللي مكسر الدنيا في الدوحه، وجماهير الزمالك اللي ضربت المثل وخلت كل رقبه المصريين في عنان السماء يعلى. فعلا استاذ عباس انا كنت هتكلم على الوايت نايتس لوحده، كنت شايل له فقره كده لوحده، لان هم النهارده هم رايحين الملعب عملوا كرنفال جميل جدا جدا في شوارع الدوحه، لدرجه ان المواطنين القطريين وقفوا سياراتهم ووقفوا كمان فوق السيارات وكانوا بيصورون بالموبايلات فيديوهات، وكانوا بياخدوا ليهم فيديوهات وهم ماشيين وهم داخلين الملعب بيغنوا الاغاني بتاعتهم اللي بيساندوا بيها الفريق. كان جميع الشعب القطري اللي ماشي في الطرق كان بيركن عربيته، ولو ما عرفش يصور واقف في الشارع كان بيطلع فوق العربيه علشان يصور الوايت نايتس وهم ماشيين في الشارع عاملين كرنفال كبير جدا بيساندوا فريقهم من قلبهم داخلين ملعب الغرافه. فعلا زي ما حضرتك بتقول جماهير الزمالك النهارده عملت مشهد عالمي في الدوحه، مشهد عالمي، مفيش حد في الدوحه ولا حد داخل دوله قطر ما بيتكلمش غير عن جماهير الزمالك وعن كرنفال جماهير الزمالك وعن حب جماهير الزمالك لفريقها وعن قوتهم وعن مساندتهم الكبيره جدا لفريقهم. مشهد محترم من جمهور محترم في بلد محترمه برضه دوله قطر الدوله العربيه. وعلشان كده دايما انا بقول الواحد ملغم نفسه وبيقول انا فدا هذا الكيان لان هو ده الكيان اللي انا بدافع عنه وهو ده الكيان اللي انا بحبه وهو ده الكيان اللي عايز الناس كلها تعرف قيمته. الكيان ده ليس مرتضى منصور اللي قلل من قيمته وحارب جماهيره وحارب كل واحد ينتمي ليه. النهارده احنا ناسيين الخلافات على كان خاطر هذا الكيان ومن اجل هذا الجمهور العظيم. خليني اتوقع معاك على تشكيل كارديرون وفكره. انا متوقع ان كارديرون، وقول لي اذا كنت صح ندردش مع بعض، انه يدفع بمصطفى محمد ليقود الهجوم امام الترجي وخلفه احمد سيد زيزو واشرف بن شرقي. وان كنت اتوقع التشكيل ككل من فوق من الهجوم، مصطفى محمد، احمد سيد زيزو،
ويوسف ابراهيم اوباما واشرف بن شرقي تحتيه. في وسط الملعب هيكون طارق حامد، جنبي فرجاني ساسي، محمد عبد الشافي في الجهه اليسرى. ده توقعي. لا، ممكن يكون عبد الله جمعه علشان الترجي عنده سرعات كبيره في الامام، فممكن يكون النهارده عبد الله جمعه. انا بص، انا متفق معاك، ولكن انا بقول ان ربما يكون عبد الشافي اقرب للخبرات، لان انا معاك، لان الجبهه دي ناريه في الترجي. ولاقول لك اهو من قبل الماتش، لا عبد الشافي ولا عبد الله هيقدروا يقفوا ام الجبهه دي بتاعت الترجي غير ربنا، الجماهير والتصميم والعزيمه. بص، لو انا بدل كارديرون عبى في حيره، عبد الله جمعه زي ما انت قلت لي ميزه، وعبد الشافي لي ميزه تانيه. يعني الله يكون في عون كارديرون، لانك انت قدام اقوى حاجه في الترجي خط هجومه، وهذه الجبهه التي سيواجهها اما عبد الله جمعه واما عبد الشافي. جاسر بيقول لي انا بعت لك صور على الواتساب. حاضر يا جاسر، انت للاسف بتبعت يا صديقي على التليفون اللي احنا شغالين منه لايف. يعني انا عايز اكلمك يا جاسر، يعني ابعت لي على الرقم التاني لو سمحت. ابعت كلمني على الرقم التالي، انا اعلنه قدام الناس حبا في الزمالك، واللي يحصل يحصل. يا جاسر سامعني، ابعت لي على رقم 015 55 141، اول مره اعملها في التاريخ. يعني اهو اول مره اعلن رقم تليفوني حبا في الزمالك اهو. لو سمحت ابعت لي على الرقم ده يا جاسر، لانك انت بتبعت لي على الرقم اللي انا بتكلم فيه في اللايف، فانا مش عارف افتح صورك وانا في اللايف. اهو خليك معايا علاء، خليك معايا علاء، خليك معايا. الو الو، السلام عليكم. الاستاذ جاسر توفيق معايا؟ استاذ عبد الناصر، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك، انت في ملعب المباراه. انا في ملعب المباراه حاليا. طبعا اجواء مصريه رائعه من جميع الطوائف المصريه، اهلاوي، زملكاوي، اتحاداوي، مصراوي، اسماعيلاوي، كله النهاردة في حب مصر، كله جاي ملعب تاني بن جاسم في الغرافة. منظومة كاملة متكاملة لإحداث فرحة للمصريين النهاردة إن شاء الله في مباراة السوبر بأمر الله. ابعت الصور على هذا الرقم عليه واتساب يا جاسر. احكيلي ولو تقدر إن شاء الله. احكيلي ولو تقدر تسمعنا أي أصوات من عندك أكون شاكر ليك. طبعا انا ممكن، انا جنبي جماعه من الزملكاويه طبعا. كل الناس موجوده جنبي يا استاذ عبد الناصر، وكل الناس فرحانه بالزمالك، وكل الناس بتهيج، وطبعا في برضو عشان احقاقا للحق في جاليه تونسيه بتؤازر الترجي، وعاملين جو جميل وجو حضاري جدا هنا في الدوحه الصراحه، ما بين المصريين والتونسيين. ولكن ان شاء الله بامر الله المباراه تنتهي لصالح الزمالك بامر الله. عدد جماهير الزمالك قد ايه في الملعب يا جاسر؟ واو، لا هو الملعب كله ابيض، 19000 متفرج. طبعا تذاكر جماهير الزمالك نفذت تماما، وكان متبقي تذاكر لجمهور الترجي، لان جمهور الترجي اقل طبعا، لان كان ليهم مشكله يوم مباراه السد القطري في كاس العالم للانديه لما ولعوا شماريخ. ولذلك في تشديد امني شديد النهارده على مساله الدخول بالشماريخ او الدخول بالولاعات او الباور بانكس او الكلام ده كله يعني. تمام. جاسر، يبدو انك انت في مكان من الاماكن المخصصه للاستراحه ما قبل المباراه. لو تقدر تتواجد في قلب مدرج ونسمع بعض التشجيعات اكون شاكر ليك جدا. اكيد يعني. اكيد هرجع هتصل بحضرتك تاني يا استاذ عبد الناصر. اتفضل. وهتواصل معاك ان شاء الله مجرد ما ادخل المدرج يعني. يعني انا بشكرك ان انت بتتفرج علينا من قلب ملعب الغرافه، وجنبيك مصريين بيتفرجوا علينا وبيتابعونا، وبشكرك على نقل الصوره للملايين اللي بتتابعنا دلوقتي، والصور اللي انت بعتها انا هعرضها، ولكن نفسي تكلمني من وسط الناس وهي بتزلزل باسم الزمالك وبتهز بيه كل قطر وكل الخليج. ان شاء الله يا فندم تحت امرك، وانا ان شاء الله اول ما اكون داخل الملعب ان شاء الله هتواصل مع حضرتك مره ثانيه
انا عارف ان سيادتك اللايف يعني. طيب ماشي، انا منتظر منك تليفون خلال دقائق قبل ما اقفل اللايف. اتفضل يا اتفضل يا باشا، اتفضل اتفضل اتفضل. يعني استاذ علاء حمام، يمكن مش عارف انت متابع معايا ولا مش متابع، جاسر كلمنا من قلب ملعب الغرافه ونقل لنا صوره كامله وبيبعت لنا صور. يعني جماهير الزمالك فعلا زي ما قلت يا علاء تزلزل الدنيا بشكل حضاري. ان شاء الله يقوم زملكاوي بكل ما تحمله الكلمه من معنى يا علاء باذن الله. ودلوقتي حافله نادي الزمالك دخلت الملعب، معرفش اذا كان الاستاذ جاسر قال لحضرتك ولا لا. لا لا ما قاليش. وانت معايا وانت معايا على الهوا دلوقتي، احد الزملاء قال لي الحافله دخلت دلوقتي الملعب، وكان يعني استقبال رهيب. قال لي فعلا زلزال كبير جدا بقى، مش في الغرافه، في الدوحه كلها. قال لي كان استقبال رهيب جدا، درجة ان اللعيبه من حلاوه الاستقبال ولما سمعوا صوت الجماهير ما نزلوش على غرفه خلع الملابس، نزلوا على الملعب. نزلوا على الملعب علشان يشوفوا الجماهير، ويشوفوا الجماهير اللي صوتها مزلزل الدنيا ده ومزلزل الدوحه كلها، نزلوا يشوفوهم جوه المدرجات ويحيوهم من فرحه الاستقبال ومن قوه استقبالهم وحافله الفريق داخله على ملعب الغرافه. واللعيبه نزلت ارض الملعب، وطبعا الملعب كله السوبر يا زمالك، السوبر يا زمالك. كان قايلها لي دلوقتي حاجه جميله جدا جدا جدا، وحماس ما بعده حماس، وقوه ما بعدها قوه، ورغبه قويه جدا جدا من جماهير الزمالك لتحقيق المكسب والفوز النهارده. ونجحت جماهير الزمالك انها توصل الرغبه دي للاعبين. اللاعبين ما نزلوش على غرفه خلع الملابس، نزلوا على الملعب على طول من كتر قوه التشجيع بتاع جماهير الزمالك داخل ملعب الغرافه. وهيفضل الزمالك موجود بجماهيره، لا بمنشاته ولا بجناينه ولا بحدايقه ولا بالشماسة بتاعته، الزمالك هيفضل موجود بجماهيره، ولا بمجلس إدارة ولا برئيس نادي. اللي هيفضل مخلي الزمالك موجود جماهيره وتراثه وتاريخه. الزمالك موجود وعايش بجماهيره، سواء كسب ما كسبش، ووفق ما وفقش في أي بطولة شارك فيها، هيفضل الزمالك موجود بالملايين اللي موجودين في العالم كله بيشجعوه. واللي عايز يشوف قوة الزمالك وشعبية الزمالك يشوف إن الخليج كله دلوقتي من جمال جماهير الزمالك في الدوحة بيتابعوا المباراة، وكل وغالبية دول الخليج دلوقتي بتدعم الزمالك لما شافت قوة جماهيريته وشعبيته الكبيرة، وشافت حسن وجمال تشجيع جمهوره وحضارة جمهوره داخل ملعب الغرافة. العالم كله دلوقتي في قلب الخليج ما عندوش حدث غير الزمالك. اللي صنع الحدث ده جماهير الزمالك، جماهير الزمالك اللي هتفضل عايشة على الكيان ده وهتفضل تعلي الاسم ده ليوم الدين. لا رئيس نادي هو اللي بيعمل النادي، ولا مجالس إدارة اللي بتعمل النادي، ولا جناين ولا حدائق ولا حمامات سباحة. اللي بيعمل النادي جماهيره، والزمالك هيفضل عايش بجماهيره وهيفضل لجماهيره. طيب خلينا نروح للتشكيل يا علاء من وجهة نظرك بسرعة، اتفضل. انت خلاص قلت التشكيل، انت وصلت لحد الاخر اهو. لا يعني عبد الله جمعة، حازم امام ناحية اليمين، اتنين مساكين الونش ومحمود علاء، وهيحرس مرمى الفريق محمد ابو جبل. طيب خلينا نجيبها من محمد ابو جبل كده، اكل الناس اللي لسه منضمه معانا. اتفضل يا علاء. اتفضل. محمد ابو جبل ده التشكيل المتوقع يا جماعه، مش التشكيل الرسمي. احنا لسه في انتظار التشكيل الرسمي. الاقرب الى الرسمي باذن الله تعالى. ان شاء الله، ما احنا بنحتاج الناس بشكل رسمي، فحد من الزملاء يكون بيتابعنا فياخدوا على انه رسمي يعني. لا ده التشكيل المتوقع. محمد ابو جبل في حراسه المرمى، باك يمين حازم امام، باك شمال لسه مختلفين عبد الله جمعه وعبد الشافي، لسه هنشوف. بس انا بقول الارجح ممكن يكون عبد الله جمعه علشان السرعات. اتنين مساكين محمود الونش ومحمود علاء. في خط النص فرجاني سياسي، طارق حامد، يوسف اوباما، احمد سيد زيزو. اتنين مهاجم صريح مصطفى فتحي، وتحتيه اشرف بن شرقي. طيب هنرجع لك تاني اذا لحظة كان كده. لحظة، لا لحظة، خليك معايا يا استاذ عبد الناصر. لحظة واحدة. اتفضل. لحظة واحدة بس، خليك معايا، في رسالة دلوقتي جات لي من الملعب. اتفضل. لحظة واحدة. يعني معاكم يا جماعة، احنا في تغطية خاصة جدا لمباراة الزمالك، نتمنى ان شيكابالا يكون سابع بطل زملكاوي وقائد زملكاوي يرفع كأس قارية في تاريخ نادي الزمالك. ما زلنا نتواصل معاكم سواء من ملعب الغرافة أو مع زميلنا ومراسلنا الأستاذ علاء حمام، وكمان هنروح للأستاذ أحمد السيد دلوقتي، وآخر الاستعدادات للأهلي والمصري، ده شيء مهم جدا. هقول لحضرتك دلوقتي التشكيل المتوقع لفريق الترجي. اتفضل. لحظة واحدة بس.
كمان عن يعني هنحاول نجيب لكم التشكيل المتوقع لمعين الشعباني المدير الفني للترجي اللي قال انا حفظت الزمالك، انا قادر ان انا اجيب البطوله الثانيه، انا بتحدى بقوه، ولكن ان شاء الله ربنا يخيب ظنه ان شاء الله باذن الله، والزمالك يحصد البطوله الرابعه ويفرح كل الزملكاويه، خصوصا ان جماهير الزمالك ويونايتد الزمالك حملوا شعار غايبه من سنين هاتوها لاجل ال20، فان شاء الله باذن الله تكون هديه لمن راحوا من اجل نادي الزمالك وذهبوا ضحيه الغدر وعدم التنظيم والتآمر على جمهور نادي الزمالك. للاسف الشديد يعني لم يبقى للزمالك الا جماهيره، اما ادارته فهي في كل وقت وفي كل زمان تحاول ان تمنع هذه الجماهير من ان تذهب الى المدرجات او ان يعلو صوتها بتشجيع ناديهم الذي يحبونه. طبعا في نفس الوقت احنا بنقول يا ريت ناخد من ده الروح الرياضيه وناخد منه الاحترام، يعني انتوا يا جماهير الزمالك موجودين دلوقتي في قطر ويونايتد وجماهير عاديه وكل الفئات وكل المشجعين ملتزمين بالتعليمات، ملتزمين بالشروط اللي على التذاكر، منضبطين، نفسنا نشوف هذا الانضباط وهذا السلوك الحضاري وهذا الالتزام في ملاعبنا. ما يخشش الواحد يدخل الرياضة في السياسة ولا يتكلم في السياسة وهو في مدرج كورة ولا يخاطب حد على أساس أنه يوصل رسالة ما بشكل ما في من أجل غرض ما. يا ريت نتعلم زي ما أنتم ملتزمين دلوقتي في قطر وبتضربوا أروع الأمثلة، نفسنا هذا الالتزام يبقى منكم زي ما بنطالب الدولة إنها تفتح لكم المدرجات، بنطالبكم إنكم أنتم تكونوا ملتزمين زي ما أنتم ملتزمين النهاردة ومدين شكل حضاري رائع في الدوحة للجماهير المصرية وجماهير نادي الزمالك. يحيى الزمالك العظيم بجماهيره، يحيى الزمالك العظيم بكل محبيه، يحيى الزمالك العظيم اللي ضارب في أعماق التاريخ ما يزيد عن 100 سنة و9. الزمالك النهاردة بيصدر تاريخ، نتمنى أن تكون له الرابعة الإفريقية بإذن الله تعالى ويحملها الكابتن الكبير محمود عبد الرازق شيكابالا. توقعاتك لتشكيل الترجي على تشكيل الترجي؟ معز بن شرفيه بحراسه المرمى، أيوة. خليل شمام وسامح الدربالي، محمد علي اليعقوبي والياس الشتي في خط الدفاع، وسيني كولوبالي وقوامي بونسو وبلال بن ساحه وعبد الرب بن غيث بخط الوسط، واثنين مهاجمين حمدو الهوني وابراهيم اوتارا. ابراهيم اوتارا ماشي. ده التشكيل المتوقع لفريق الترجي، وده جبناه من احد الزملاء الصحفيين التونسيين. طيب تمام يا علاء، سأتابعك إذا كان هناك في الأمور جديد. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ علاء حمام. شكرا يا عبد الله، تحياتي لحضرتك. دي كانت ما قبل مباراة الزمالك والترجي. طبعا لعشاق النادي الأهلي ومن يتابعنا عايزين نقول الزمالك العظيم النهاردة يبدأ كرنفال يوم الجمعة. الزمالك عظيم بأبنائه، الزمالك عظيم بجماهيره، الزمالك بكل المصريين النهاردة يحمل علم مصر في شكل تيشيرت نادي الزمالك. يحيى الزمالك ويحيى جماهيره ويحيى هذا الكيان العظيم الذي لا يوقفه معتوه ولا يتحدث باسمه مجنون، وإنما نادي عظيم يضرب بعراقته في جذور التاريخ. إن شاء الله الزمالك النهاردة هيكسر الدنيا، وأعتقد أن زميلنا أحمد السيد مراسلنا في النادي الأهلي رصد هذه الحالة من الروح الرياضية والاحترام. ناصر الكناني أهلاوي وأتمنى الفوز للزمالك. هذه الحالة الاحترامية والاحترافية من كل الإعلام الأهلاوي الذي النهارده بيضرب اروع الامثله في مسانده الزمالك. زي ما قلت لك ممكن تكون اهلاوي مش عايز الزمالك يفوز، هذا حقك، ولكن ما حصلش ابدا انك تطلع في الاعلام تقول ده. قوله عند امك في البيت، قوله مع القهوه مع اخوك، قوله مع اصحابك في الشارع، لكن اذا اتحدثنا في الاعلام فلنعلي من قيمه بلدنا، وليكون الزمالك هو ممثل مصر رغما عن انف اي حد، والاهلي ممثل مصر رغما عن انف اي حد، ما دام العظيمين الاهلي والزمالك يلعبان في بطوله قاريه. احمد السيد انقل لنا هذا الشكل الحضاري سواء من الاهلاويه المتواجدين لمسانده الزمالك في ملعب الغرافه ثاني بن قاسم، او حتى على صفحات الاهلاويه مع المعتدلين والمحترمين اللي بيعلوا من قيمه الروح الرياضيه. النهارده الاهلاويه سواء اللي عايز الزمالك يتغلب صامم وده في حد ذاته شيء يحسب ليه، وسواء من اعلنوا على صفحاتهم انهم اهلاويه بيتمنوا فوز الزمالك بالسوبر الرابعه في تاريخه.
يعني الاول احييك استاذ عبد الناصر زيدان والحمد لله على السلامه، واحييك على التغطيه المميزه يعني سواء من مصر او من قطر، وتمنياتنا لنادي الزمالك بتقديم مباراه مميزه والفوز بكاس السوبر الافريقي، واحييك على محاولات يعني دائمه للتاكيد على الروح الرياضيه زي ما حضرتك قلت دلوقتي. الاهلاويه منقسمين، حتى من يتمنى فوز الترجي فهو بيظل صامتا ولا يظهر بذلك يعني تشجيع رياضي ما فيهوش اي مشكله، لكن الاغلبيه بتساند وتؤيد وتؤازر نادي الزمالك لانه بيلعب باسم مصر وبيتمنى له التوفيق في مباراه مهمه مع فريق قوي زي الترجي التونسي في مباراة السوبر الافريقي في حالة من روح رياضية. خلينا فعلا زي ما حضرتك قلت وضم صوتي لصوتك، يعني كلنا بنؤازر الزمالك بنساند الزمالك حتى ولو لم يشجعه البعض، لكن في الاخر في ملحمة رياضية. كمان شفنا المصريين في قطر اهلاوية زملكاوية كلهم بيلتفوا ازاي وراء نادي الزمالك كعادة الجاليات العربية ايا كانت الدولة اللي بتتواجد فيها، كل المصريين بيتكاتفوا علشان بيوازروا الفرق المصريه، ومش اول مره تحصل. الاهلي ياما لعب في يعني دول عربيه وافريقيه يعني نال مسانده ومواظب جماهير نادي الزمالك، فبالتالي يتوحد الجماهير المصريه اهلي زمالك ايا كان انتماءاتها وراء نادي الزمالك. ان شاء الله مباراه سوبر افريقي تكون مميزه، وبعدها على طول بقى ننتقل لمتابعه مباراه الاهلي والمصري التي لا تقل ثقول او اهميه يعني في الدوري العام. يعني خلينا نروح لدقائق قبل ما نرجع للدوحة واستاد الغرافة وما يدور هناك، خلينا نرجع معاك يا أحمد للدوري المصري. يعني الفرصة الأخيرة ربما لإيهاب جلال، ولكن فايلر مصمم أن تكون الـ15 على التوالي. طبعا مباراة ما بين اثنين مدربين يعني شطار قوي مركزين قوي، كل واحد عايز يسعى لإثبات نفسه. فايلر عايز قطار الأهلي يظل مستمرا بلا توقف، في المقابل إيهاب جلال بيحاول يعني زي ما حضرتك قلت ربما تكون الفرصة الأخيرة لإيهاب جلال مع المصري، ولكن مباراة أتوقع إنها تكون في منتهى القوة في منتهى الندية في محاولات يعني أمنيا المباراة، وخلينا نقول في تأمين واحتياطات أمنية مميزة جدا. يمكن مسؤولين في المصري أكدوا وشددوا إن مش هيلعبوا غير لما يكون في 15 بس مساند ومشجع لكل فريق كما ألمح اتحاد الكرة المصري، لكن الحمد لله كل الأمور وكل الطرق المؤدية لاستاد المكس الأمور مميزة جدا. ويمكن يعني اعتقد مباراه ان شاء الله تكون مميزه. مستر فايلر كمان طالب اللعيبه زي ما اتكلمت قبل كده بالتركيز فقط في هذا اللقاء، لانه لقاء مهم مع فريق قوي زي فريق المصري، لان طبعا كعاده اللاعبين المصريين غصب عنهم دماغهم بتروح للسوبر الافريقي لانها مباراه بطوله، لكن السوبر المصري عفوا لانها مباراه بطوله، لكن المستر فايلر كان في كلامه مع اللاعبين بالامس التركيز فقط في لقاء المصري البورسعيدي. طيب خليك معايا، يبدو ان هناك جديد في معسكر الزمالك وظهر التشكيل الرسمي. خلينا نطير للاستاذ علاء حمام. خليك معانا يا استاذ احمد السيد. استاذ علاء حمام عدنا اليك، هل هناك جديد؟ تشكيل الزمالك الرسمي للمباراه خرج دلوقتي حالا. اتفضل. قلنا لازم نقول للجماهير. اتفضل. محمد ابو جبر في حراسه المرمى، محمد عبد الشافي، محمود علاء، محمود الونشي. لحظه واحده، كسبت منك التوقع اهو، قلت لك الراجل ما بين نارين، انا اتوقع عبد الشافي اللي بعده. ماشي، قول من الاول يا علاء، قول من الاول. انا اقول من الاول، محمد ابو جبل في حراسه المرمى، محمد عبد الشافي، محمود علاء، محمود الونشي، حازم امام في خط الدفاع، تمام، اربعه في نص الملعب، التونسي فرجاني شاسي، طارق حامد، يوسف اوباما، احمد سيد زيزو، اثنين في خط الهجوم، مهاجم صريح مصطفى محمد، وتحقيق المغربي اشرف بن شرقي. على دكة البدلاء محمد عواد، محمد عبد الغني، عبد الله جمعه، المغربي محمد وناجم، مصطفى فتحي، محمد حسن، والكونغولي كاسونجو. الله، كاسونجو ده مفاجأة فايلر بقى. مفاجأة كارديرون. مفاجأة كارديرون. طب أنت كنت متوقع الدفع بيه؟ لا، كاسونجو احتياطي. متوقع الدفع بيه؟ حسب ظروف المباراه ان شاء الله اتمنى ان احنا نسجل الاول، واتمنى ان احنا تغييراتنا تكون محافظه على النتيجه والفوز بالمباراه باي نتيجه.
اشكرك شكرا جزيلا يا استاذ علاء، ومعاك عندما يجد في الامور جديد. شكرا جزيلا استاذ علاء حمام، اتفضل. احمد السيد، احمد السيد عوده اليك. يعني الامور ايضا ترقب كبير لقمه مصر الاهلي والمصري التي يعتبرها البعض قمه رغم بعد المصري في جدول الترتيب. اتفق معاك تماما، لكن دايما لقاءات الاهلي والمصري بتتسم بالنديه بالحماس، يعني حتى في السنوات الاخيره نتمنى نشوف مباراه الاول قمه في الروح الرياضيه، ومباراه تكون فنيه على المستوى المميز، يمكن هيديرها تحكيميا طبعا زي ما حضرتك عارف الحكم محمد الحنفي، نتمنى له التوفيق في هذا اللقاء. خلينا نقول التشكيل المتوقع للاهلي امام المصري، بما اننا خلاص يعني الساعه تقترب من الخامسه، وخلال اقل من 60 دقيقه هيصل الاهلي الملعب المباراه ويعلن مستر فايلر التشكيل الاساسيه. وان كان التشكيل المتوقع هو البدء بمحمد الشناوي في حراسه المرمى، قد يكون في خط الدفاع موجود محمود متولي بجوار رامي ربيعه، على اليمين محمد هاني، على اليسار علي معلول، في الوسط يعني الثنائي المميز عمرو السوليه واليو ديانج، امامهم قفشه وحسين الشحات واحمد الشيخ، وفي الهجوم سونيور ازاي. يعني نتمنى للنادي الاهلي تقديم مباراه مميزه، وايضا كمان المصري يقدم مباراه مميزه، لكن برضو يعني اعتقد ده مستر فايلر عنده العديد من البدائل، موجود اليو باجي، وموجود مروان محسن، موجود كمان جيرالدو، وليد سليمان، كهربا، كل دول بدائل ربما يستخدمهم مستر فايلر ويبدا يستخدمهم في لقاء المصري. طبعا المستبعدين لاسباب فنيه صالح جمعه ومحمود وحيد وشريف اكرامي وحسام عاشور، لكن طبعا المستبعدون للاصابات رمضان صبحي وكريم نجد وحمدي فتحي. اعتقد اللقاء هيكون مميز، نتمنى للنادي الاهلي كمان التوفيق في هذا اللقاء، ويمكن يعني تركيز في مباراه المصري مهم، لان الاهلي عايز ينهي مسيره الدوري في الفتره الحاليه باستمرار مزيد من الانتصارات، قبل طبعا خوض لقاء السوبر ولقاءي صن داونز. طيب خليني ايضا يعني اطمئن، طبعا المباراه بدون حضور جماهيري، ولكن الامور تسير على قدم وساق، الامور زي الفل امنيا. جدا جدا جدا، وده يعني اعتقد امر مميز جدا، زي ما بقول لحضرتك كل الطرق المؤديه من الصحراوي حتى الاسكندريه، مداخل استاد الماكس، الامور كلها الحمد لله تنظيميا وامنيا مميزه جدا جدا جدا. الكل يؤكد ان شاء الله من المباراه، وكل الظروف حتى اللي تؤكد ان المباراه تكون مميزه. برضو خلينا نقول ان في تخوف في النادي الاهلي من علي معلول، ايمن اشرف، محمد هاني، معلوماتنا ان الثلاثي دول لو خدوا انذار هيغيبوا عن لقاء طبعا الزمالك القادم، علي معلول وايمن اشرف ومحمد هاني. في نفس الوقت تعليمات مستر فايلر بضروره احراز هدف مبكر علشان يعني يبقى فيها اريحيه في الاداء، ما يكونش في ضغط عصبي او توتر عصبي، هو عايز يريح اللعيبه كمان يعني بدنيا وفنيا قبل لقاء الزمالك. ونلتقي بعد المباراة وكل تفاصيلها بإذن الله. تمنياتنا للزمالك بأن يحصد، شكرا جزيلا أستاذ أحمد السيد، تمنياتنا لنادي الزمالك بأن يحصد السوبر الرابعة في تاريخه، ونتفرج على مباراة قوية جدا إن شاء الله. إسلام أبو زيادة بيقول توقعاتك إيه للزمالك، الماتش صعب بكل المقاييس. إن شاء الله بإذن الله عندنا لايف بعد مباراة الزمالك والترجي، وكمان بعد مباراة الأهلي والمصري. يبقى أن أقول ثابت البطل لن ينسى أحد. اليوم ذكراه 15، رحم الله العظيم الكابتن ثابت البطل، ربنا يرحمه رحمة واسعة. إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله تعالى نلتقي بعد مباراة الزمالك والترجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد قليل إعادة اللايف بالكامل على اليوتيوب. السلام عليكم.